السلام عليكم أعزائنا مشاهدي برنامج هلا بحرين. فقرتنا اليوم راح تكون باستخدام السكين مثل الفقرة السابقة بس بطريقة متقدمة. الفقرة السابقة كانت مع شخص عادي ما يعرف كيف يستخدم السكين. الفقرة هاي راح تكون متقدمة مع شخص متمكن من السكين. طبعا راح يساعدني في الفقرة بطل الدولي عيسى الدوي في أداء هذه الفقرة. راح نقدمها بالبطيء وبعدين راح نشوفها كيف نستخدمها حتى لو أنا كنت لابس ملابس عادية الثوب والغترة. طبعا الشخص عنده السكين طريقة يبتدي بالحركة اللي هو القرض. دائما نستخدم اليد المفتوحة دي. الدفاع راح يكون باستخدام الساعد. بحاول الشخص أحاول أجرب الأسلوب هذه من مسافة قريبة. أروح على منطقة الساعد طريقة هنا ويرد يحاول بأي طريقة استخدم سكين مايلة. حاول نسويها بسرعة عكس الرجل العكس. راح نأدي نفس الحركة بس اللبس العادي عشان نشوف كيف إن الحركة ممكن تعيقنا ولا لا. أعزائي المشاهدين مثل ما قلنا الحين باللبس العادي لبس الثوب اللبس التقليدي ممكن الواحد من غير ما يعني يعيق اللبس في الدفاع عن النفس. بنطلع على طول سريع. أوكي. بحافظ على 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 وقوفي فوق يعني ما انزل وياه. احاول هذه السيطره بدي طريقه تم. فانا ما انزل ويا الشخص مجرد فوق وسيطره على ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه. شكرا.